السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني على قناة طريق التزي خبير التجارة الإلكترونية. إذن إخواني في هذا الفيديو سأشرح لكم شركة جديدة اسمها سويس كوين. هذه الشركة إخواني شبيهة جدا بشركة ألوان كوين، وكما ترون إخواني هذه الشركة عندما تقوم بالتسجيل فيها تعطيك 100 كوين كابونيس، وتستطيع أن تستثمر في هذه الشركة. إذا كان لديك 25 أورو ما فوق تستطيع أن تستثمر في هذه الشركة، ليس كما في الوان كوين يجب أن تتوفر على 110 أورو ما فوق. فأما هذه الشركة تتيح لك 25 أورو ما فوق. إذن هذا هو الجيد في هذه الشركة، وهذه الشركة هي شركة سويسرية، وكما تعلمون فأني السويسريون معروفون بالمال. إذن يا إخواني سأشرح لكم كيفية التسجيل، ستجدون الرابط أسفل الفيديو معكم سوى النقر عليه، ثم تظهر لكم يعني صفحة الموقع هكذا، تقوم بالنقر يعني ريجستر هنا، ثم تقوم بإدخال هنا اليوزر نايم، هنا الإيميل، هنا من أين دولة أنت، وهنا الباسورد، وهنا إعادة كتابة الباسورد، وتقوم بملء هذه خانة وتنقر على سيف ميت. عندما تقوم بالدخول إلى الموقع سأشرح لكم كيف تقوم بإدخال معلوماتك الشخصية، يعني هناك معلومات كثيرة يا إخواني يجب عليك أن تقوم بإدخالها، لأن هذه الشركة ليس هناك لاعب أو شيء من هذا القبيل. إذن طريقة التسجيل كما شرحت لكم الآن، تقوم بالتسجيل هكذا، وستأتيك عندما تأتيك رسالة يرحبونك، يعني الشركة ترحب بك. عندما سأقوم بالدخول إلى الموقع وسأشرح لكم كيفية يعني التسجيل، سنأتي إلى هنا يا إخواني، ثم أنقر أوكي، وأقوم بإدخال اليوزر نايم هنا كما ترون، وأقوم بإدخال الكود كما ترون هنا، وأقوم بالنقر على لوجين. كما ترون يا إخواني واجهة الموقع تشبه جدا واجهة ألوان كوين، يعني شركة الوان كوين، وكما ترون هذا هو البونيس الذي تحصلت عليه. إذن إخواني سارع في التسجيل لكي تتحصلوا على البونيس، أظن أن هذا عرض محدود، 100 بونيس أظن هو عرض محدود، وكما ترون واجهة الموقع رائعة جدا. إذن أول شيء إخواني سأشرح لكم المهم في الشركة، أول شيء ستقوم بإدخال معلوماتك الشخصية وتفعيل حسابك، سنأتي إلى هنا ماي داتا. كما ترون إخواني تقوم بالنقر على Edit Account، وتقوم بملء هذه المعلومات الشخصية كما ترون هنا، تقوم يعني بوضع صورتك الشخصية، وهنا تقوم بإدخال معلوماتك الشخصية وحسابك البنكي، إنه معلومات سهلة جدا إخواني، تستطيع أن تقوم بملئها بنفسك. هنا Verify Bank Data، سنأتي إلى هنا، هنا لكي تفعيل حسابك لكي يعني تقوم بإرسال لهم هويتك الشخصية وفاتورة ماء أو كهرباء لتثبت عنوانك. هنا تقوم بإدخال يعني صورة من هويتك الشخصية أو صورة من يعني جواز السفر، تقوم بنقر هنا وتقوم بإدخاله، تقوم بوضعه، وهنا تقوم باختيار يعني مثلا لو كان لديك فاتورة من ماء أو كهرباء أو أي فاتورة لديك، تقوم بوضعها هنا لتثبت عنوانك. إذن هذا مفهوم يا إخواني، سأشرح لكم المهم في الموقع. إذن هذا هو المهم، تقوم بتفعيل حسابك أول شيء، والثاني هو كيفية شراء الباقات. سنأتي إلى هنا سنأتي إلى الشوب، ثم تنقل على بينج باك كما ترون، وهذه هي الباقات يا إخواني، هناك الباقة ب 25 أورو، باقة 50 أورو، إلى الباقة 15,000 أورو. إذن هذا مفهوم يا إخواني بالنسبة للباقات، مثلا تريد شراء يعني هذه الباقة ب 25 أورو، تنقر على Add to Cart، ثم تنقر هنا، يأخذك مباشرة لكي تقوم بالدفع، تأتي إلى هنا Check Out، ثم يأخذك لكي تقوم بالدفع يا إخواني، تأتي إلى كما ترون هنا معلومات حساب الشركة، يعني لا يمكنني أن أقوم حتى نقوم بإدخال معلوماتي الشخصية كما ترون، هنا يقول لي يجب عليك أن تقوم بإدخال معلوماتك الشخصية. إذن كما ترون هذا هو حساب الشركة، يجب أن تقوم بإرساله له. أول شيء كما سبقت وقلت لك، يجب أن تقوم بإدخال معلوماتك الشخصية لكي تستطيع شراء يعني الباقة. إذن هذا مفهوم يا إخواني.
يعني هناك يعني أشياء عديدة جدا لا يمكن أن أقوم بإطالة الفيديو، سأقوم بفيديو ثاني آخر أشرح فيه الأشياء المهمة وكيفية يعني إرسال المال بشكل بالتفصيل يا إخواني. إذن هذا كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وعمل جيم للفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، وانتظروا فيديو آخر سأشرح فيه الشركة جيدا.